وعودون إلى السيد غزوان قرنفل. سيد غزوان، مرحبا بكم، هل تسمعوني الآن؟ مرحبا بك سيدي. أهلا. نعم سيد غزوان، الرئيس الأمريكي يحذر النظام السوري من شن أي هجوم وصفه بالمتهور. أيضا بريطانيا تؤكد أن الرد حاضر في حال استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في إدلب. كيف تقيم هذين الموقفين؟ يعني بتقديري ما يزال الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي عموما دون مستوى ما يتوجب على تلك الدول من تحمله من مسؤوليات تجاه قضية حماية المدنيين من افتراس سلطة الأسد لحياتهم ولمعاشهم ولأوضاعهم الإنسانية المزرية أصلا. هذا الكلام يعني الحقيقة لا يقدم ولا يؤخر شيء في حماية المدنيين، يعني بمعنى آخر وكأنه يطلق يد النظام باتجاه استخدام كل أنواع الأسلحة باستثناء السلاح الكيماوي. يعني هذا الحقيقة يعني يفجر مشكلة على المستوى الإنساني، باعتبار أنه هناك ما يزيد عن 3 مليون إنسان في تلك المنطقة الموضوع الاستهداف، بينهم مليون طفل سوري الآن موجودين داخل المناطق التي قد تكون موضع استهداف من قبل ميليشيات النظام السوري. اليوم كانت المقدمات الأولى للجرائم التي قد تتبدى بأي هجوم قادم 18 منطقة في محيط منطقة جسر الشغور تم استهدافها بالطيران، سقط فيها أكثر من 18 ضحية من المدنيين، وهذا وكأنه نوع من الرمايات التمهيدية لتهيئة ويعني تحضير المجتمع السوري للكارثة القادمة. اليوم عشرات أو ربما مئات العائلات بدأت بمغادرة مدينة جسر الشغور إلى مناطق تفترض أنها أكثر أمانا، ولكن بكل أسف ليس هناك منطقة آمنة يلوز لها السوريون. طيب سيد غزوان، يعني البيت الأبيض يقول إن واشنطن تعهدت بالرد سريعا وبالطريقة المناسبة بحال استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية. أيضا هنا نقرأ إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يقول في حال استخدام الأسلحة الكيماوية سيكون هناك رد. كيف تتوقعون الرد؟ هل نتوقع ضربات محددة الأهداف ليس أكثر؟ تماما، هذا في حال أصلا حصل هجوم كيماوي. فيصل المقداد صرح اليوم أنه ليس النظام السوري لا يحتاج أصلا أن يستخدم أسلحة كيماوية، وبالتالي يعني الجميع يعرف هذه اللعبة. في حال أصلا حصل هجوم كيماوي، وأزعم أنه لن يحصل من قبل النظام السوري باتجاه المدنيين، لأنه أدرك خطورة استخدام هذا السلاح الآن نظرا لشدة اللهجة التي يعني وجهت فيها صيغة الإنذار عبر الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. في حال استخدامه في جميع الأحوال أعتقد الضربة لن تكون سوى مداخلة جراحية بهدف النيل من بعض المراكز العسكرية التي ربما أيضا تكون السلطة السورية على علم بها عبر روسيا، بمعنى أنه الاستهداف لن يكون لإسقاط النظام، إنما لتشذيب سلوكه لأكثر. وهون لب المشكلة. يعني اليوم نتحدث عن كارثة إنسانية قادمة في إدلب لا قدر الله، ومع ذلك مسبب هذه الكارثة ما يزال يحظى بإمكانية إعادة تأهيله من قبل المجتمع الدولي واستمراره في حكم سوريا. الأيام حبلى، ربما تكون هناك مفاجآت في معركة إدلب. من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.